زراعة القلب مش من العملية السهلة. بالفعل. بيروت الآن. شكرا باسل ولبنى، وأعود وأرحب بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. إذن يقدم الرسام مروان شمعة فكرة جديدة بالرسم من خلال تصوير قصة أو مرحلة من سيرة ذاتية لإحدى الفتيات. القصة بحسب مروان مستوحاة من الحياة اليومية، وأراد نقلها إلى الجمهور ضمن 20 لوحة تصور مشاهد متعددة بطلتها دائما الفتاة. الفكرة كما يذكر مروان شمعة شبيهة بالصور التي يلتقطها الباباراتزي عن حياة النجوم. عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميلة ساندرا سعد. يروي الفنان مروان شمعة في لوحاته قصة ياسمين، فتاة في العشرين من العمر تختبر حياة الرفاهية وتدخل عالم الدولتشي فيتا. الموضوع هو شوي اتس رومانتيك كوميدي دراما. كتبت قصه صغيره انا وحبيت اعملها بعد ما كتبتها ارسمها للقصه. كل لوحه از وان شابتر من القصه كلها، يعني 12 شابتر. استوحيت من الفكره هو الحياه حوالينا هون، بس روحي على حيالله محل قعدي اشربي قهوه وين ما كان بتشوفي القصص عم بتصير قدامك. في مره حدا سالني انه شو بتسميه هيدا الفن؟ انه هيدا بيتعد بوب ارت؟ قلت له انا بفضل سميه هيدا باباراتسي ارت. انا تتجول ياسمين في بيروت، تمر بشارع الحمراء، تشتري ثيابا انيقه وتزور الاماكن الفاخره في العاصمه برفقه السيد سامي، فيما يراقبهما صديقها جاد من بعيد. تريت البينتينجز في عندك ساعة بتقول لك أي ساعة بتبلش وأي ساعة بتخلص ووين صرنا. هلا هي في لعب كثير بالوقت، هي هلا هي معمولة القصة، بس في كثير نوستالجيا، في الويمبي، في صورة السيرفيس هون يلي ما في منه بقى مع النمرة العتيقة يلي كان عندنا إياها على السيرفيس، في لعب كثير على نوستالجيا، ذا جود أولد دايز، كله أجان لدولشي فيتا والنوستالجيا. القصة تدور حول ياسمين، ولكن لا نرى ياسمين في أي من اللوحات. وعندما سألنا مروان عنها قال: ما بدي فرجيها رسمية، بدي خليها انيجما، ما مين هي كيف شكلها ما حتبين، يمكن بتبين ببارت 2 ما بعرف. لا دولتشي فيتا هي الجزء الأول من القصة التي لم تنتهي بعد، وسيقدم مروان شمعة الجزء الثاني قريبا، وربما نتعرف على ياسمين في لوحاته القادمة. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. إذن أسلوب جديد ومبتكر في مجال الرسم، وربما نتعرف على ياسمين في تقرير آخر أو لوحات أخرى. مشاهدينا نتابع بعد قليل تحذيرات من الإفراط باستهلاك ملح الطعام، رغم أننا لا نكف عن استخدامه لتحسين الطعم، فما هو الحل؟ الإجابة بعد قليل.